بالنسبه للترام راه غادي يفك واحد الحاجه كثيره على المواطن، وغادي ينفع الناس، وغادي يخدم، وغادي يسهل بزاف ديال الطرق وديال المواصلات بين المواطن والادارات والشركات وكل شيء. ما كاين حتى مشكل عندنا فيه. حنا ماذا بين يكون الترام هنا غادي يحيد بزاف ديال الحوايج، غادي تنقصوا، غادي ينقص داك الاستعداد ديال الطاكسيات ديال الطوبيسات، غادي هو يسهل النقل بزاف لعباد الله. تسنى الطوبيس مره يوقف عندك، مره ما يوقفش، مره يخليك هو يزيد الطاكسي، تقول لي كراج لا لك، يقول لك انا غادي هكا. واش اخويا شي يخدم لنا الترام؟ حنا ما عندناش الثقافه ديال الطوبيس، باقا ديال الترام، باقا خاصنا حنايا حاشاك حمار ولا الا تزادينا شويه البيكار. واش هذا الشعب ديال الترام اصاحبي؟ واش غنبقوا على ريوسنا؟ حتى النظام الترام ولا غادي برانب غادي في السماء، شنو راه زيد بالك الترام غادي في السماء؟ واش حنا باقا مطيفين على حدا الارض؟ راه اصلا انا اصحاب الحرفيين حنا هنايا اللي عندو بروجيات، اغلبيه الناس ديال الدرب باش نستحملوا الضغط ديال الترام اللي جاي، لان الترام راه عارفين واحد 6 شهور تيقول لك هما، ولكن من هنايا راه واحد 5 سنين ولا 20 عام وبكي. حيت حنا عارفين هاد البلاصه، انت شوف هاد البلاصه هادي ديما محفوره، كل شهرين 3 شهور ديما نحفر. حنا مولفين هاد القضيه، حنا ديما هاد البلاصه ديما الحفار عندنا هنا، ما راه ندخلك للدار هنايا الغبر عندنا حنا ديما كل شهرين 3 شهور. راه تهضر معاك اخويا، راه ماشي وكاين طوبيس كاين طاكسيات بايدين، والترام راه كاينين بزاف ديال اللالين، فهمت؟ الترام لبلايص بعيده بحال عين الدياد، انا بغينا بطل عين الدياد، ما نبغيش طاكسي ولا نبغيش طوبيس، راه مشات الحال راجل واحد قريب هنا، راني ترى على رجلي غنوصل، وانا بالترام ولا طالع بحال موكل اناس كذلك، غنمشي على حال الراجل ونطلع في الترام. مبروكه وحي السلامه. مزيان، احسن حاجه بنادم يلقى الامان بعدا فين يمشي وفين يجي، يخرج من الدار يلقى ترونسبور موجود، ماشي بحال الطاكسيات كتبقى تسنى 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 ويركبك ولا ما يركبكش، فهمتي؟ ايوا مزيان، ملي اي حاجه كتكون مزيانه الحمد لله، اللهم لك الحمد. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.